بدعوتين من المنتدى السوري في يوتيوبوري، خرجت الجالية السورية بكافة مدنها وبمشاركة عربية سويدية أحوازية لوقفة تضامنية انطلقت من ساحة الملك جوستاف التي تعتبر من أهم ساحات المدينة للتنديد بما يرتكبه النظام السوري في حلب. باسم المنتدى السوري نقف هذه الوقفة في مدينة يوتيوبوري السويد بسبب ما حال بنا بأهلنا في سوريا وبحلب خاصة، لنوصل رسالة إلى الشعب السويدي والإعلان السويدي والإعلان السوري أن أينما وجد السوريون فهم ينتمون إلى هذا الوطن الكبير. هتافات وشعارات كثيرة رددها المشاركون في الوقفة، ورفعوا لافتات وصور تشير إلى الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في مدينة حلب، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لمساعدة هذه المدينة التي تنتهك من قبل النظام في ظل صمت دولي كبير حسب ما يصفون. أنا كحلبي مقيم في مملكة السويد حالياً، طلعنا مظاهرات، شلنا لافتات لنوصل صورة عن ما يجري في سوريا عامة وحلب خاصة للمجتمع الدولي لإيقاف مجازر الحرب اللي عم بتصير في سوريا بشكل عام، مع قناعتنا أنه المجتمع الدولي كله عارف هذا الشيء وللأسف صامت. نحن اليوم كمقيمين بالسويد إجينا حتى نتضامن مع أخواتنا بحلب ومع الثورة السورية، ويوصل صوتنا لكل العالم أنه نحن ضد الشيء اللي عم يصير بحلب وضد نظام بشار الأسد وضد روسيا بالشيء اللي عم يسوي بحلب، وبدنا يوصل صوتنا لكل العالم، بدنا المعتقلين وبدنا يوقفوا القصف على حلب. محاولات عدة يقوم بها السوريون في المهجر للفت نظر الشارع الغربي عما يحصل في سوريا عامة وفي حلب خاصة من مجازر وقصف جوي ممنهج من قبل النظام وأعوانه بحق الشعب السوري الأعزل. على الرغم من صمت المجتمع الدولي إزاء ما حصل ويحصل في حلب، إلا أن جل ما يتمناه المتظاهرون السوريون اليوم هو إيصال رسالتهم للمجتمع السويدي والتأكيد على تضامنهم مع الداخل السوري، فالوقفات والاحتجاجات والمظاهرات هي وسيلة التعبير الوحيدة لديهم. يسار لبي، أورينت نيوز، يوتيوبوري.